اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر جديد. احنا النهارده في امبابه في فرن بسيط جدا قرر ان هو يبيع الكحك بسعر يتناسب مع اهل امبابه. طبعا الحاجه اهي زي ما حضرتك شايفينها طازه، طبعا لسه طالع طازه اهو في السبت زي ما حضرتك شايفين. طبعا حاجه ومتغطيه وحاجه جميله، اسعارها بقى بتتناسب مع يعني اهل المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف عليك بهاء. قول لي، ما شاء الله انا شايفكم فارشين بالحاجات اللي هي الكحك والبسكويت والكلام ده كله. طب كلم خالص بالعجل. ماشي، كمل بيع وهنتكلم ان شاء الله. زي ما حضرتك شايفين الحاجه متغطيه برضو وحاجه جميله، واضح ان يعني الشغل فيها كويس قوي. طب انا شايف الحاجه، انتوا فرشين بدري ولا هو ده الوقت؟ هو ده الوقت عشان برضو عيد اخواتنا الاقباط، عيدهم يبقى موافق السبت بكره ان شاء الله باذن الله، وبرضو عشان اهلنا وحبايبنا برضو. انت تاني واحد يقول لي الكلمه دي، عشان اخواتنا الاقباط احنا فرشين لهم بدري وعشان يلاقوا احتياجاتهم برضو من الكحك. هم برضو بياكلوا كحك؟ احنا طول عمرنا طبعا هم في العيد بتاعهم بيحتفلوا زينا، ليهم طقوس معينه. ايوه، بالنسبه لاعيادنا بنحب نفرح برمضان، عيد الاضحى، عيد الفطر، هم برضو ليهم اعيادهم وليهم طقوسهم الخاصه، واحنا برضو بنساعدهم على ذلك. ربنا يكرمك، كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب. الكيلو الكحك وصل لكام؟ كيلو الكحك ب 65، والبسكوت ب 65، والبيدي فور 65، والغريبه 70. ده معمول بسمنه حضرتك؟ هي السمنه ممكن نحط سمنه. لا مش هنشاور عليها. سمنه بلدي. بلدي ما شاء الله. ما شاء الله. بيها. انا مصدقك على فكره يعني. بتضيف عليها سمنه نباتي برضه. بتضيف جزء. بحيث ايه؟ تتوازن يعني. تتوازن العمليه. طب انتوا اللي بتعملوا كده بس ولا اغلبيه الافران بتاعت والله كل واحد على حسب الزبون، واحنا من زمان زبوننا متعود على لقمه معينه. منتج معين بياخده مننا. احنا خلاص مشينا على منتج معين. ايوه. وعلى ذلك مستمرين مع عاملنا. بالظبط. وانا شايف الحاجه اهي ما شاء الله جميله. طب شوف الزبون انا بكلمك يعني. خمسه زي ما حضرتك شايفين دي المنتجات. فرن بلدي في امبابه بيبيع حاجه يعني هنقول ايه، برضو بسعر يتناسب مع اهل المكان. الحاجه زي ما انتم شايفينها اهي قدامنا. طبعا دي الغريبه. دي الغريبه بكام بقى الغريبه؟ ب 70. برضه 70. وده الكحك يا اخوانا. انا عايزه بالكمون. ومتناول برضه اهل منطقتنا. انا عايزه بالكمون. ادي البسكويت زي ما حضرتك شايفين. امبابه فيها يعني اماكن بتعمل عظمه. احنا شايفين المنتجات وجودتها. وابتدى الناس تبقى مقبله دلوقتي على الشراء ولا مين بقى؟ اخواننا الاقباط ولا اخواننا الاقباط، وفي الناس السن متقدمين في السن بيلحقوا قبل الزحمه وكلام من كده. ما عادش الناس بقى بتعمل صواني يعني وبتاع. والله دي فرحه برضه في اخواتنا بيعملوها برضه. تمام تمام، تعبناك وكل سنه وانت طيب. مشكورك.